نروح للشارع الابيض دلوقتي وخلونا نقول موضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان اختار التشكيل المثالي للزمالك امام الاهلي في السوبر الافريقي. خلونا كده نروح نشوف جمهورنا على السوشيال ميديا قال ايه، ونبدا من عند ابراهيم يوسف. صباح الخير عليك. صبحي عمر جابر، المسلوسي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، دونجا، شحاته، عبد الله السعيد، زيزو، مشلاك، سيف الجزيري، وبالتوفيق للفارس الابيض ان شاء الله السوبر يا زمالك. أبو الوفا، صباح الخير عليك. التشكيل الأنسب للزمالك: صبحي، عمر جابر، عبد المجيد، المسلوسي، بنتايك، دونجا، شحاتة، عبد الله السعيد، زيزو، مشلاك، سيف الجزيري، وإن شاء الله السوبر زملكاوي. مازن محمد، صباح الخير عليك. أي 11 لاعب يلعبوا لازم ياكلوا النجيلة ويعملوا اللي عليهم وإن شاء الله ربنا يكرمنا. التشكيلة الأمثل هو محمد صبحي، عمر جابر، المسلوسي، عبد المجيد، بنتايج أو محمد حمدي، دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، زيزو، الجزيري، مشلاك. أيمن الفيومي، صباح الخير عليك. التشكيلة الأنسب: صبحي، محمد حمدي، حسام عبد المجيد، مسلوسي، عمر جابر، دونجا، محمد شحاتة، مشلاك، عبد الله السعيد، زيزو، عمر فرج. بالتوفيق إن شاء الله لنجوم النادي الملكي في تقديم مباراة كبيرة تليق بمدرسة الفن والهندسة والفوز بالسوبر الإفريقي. تحياتي ليكي يا أستاذة نادين، وتحياتي لكل أسرة البرنامج. بشكرك شكرا جزيلا. سامح عزت، صباح الخير عليك. بإذن الله كل دعواتنا وقلوبنا مع الزمالك لحصد السوبر. التشكيل الأنسب: صبحي، محمد حمدي، حسام عبد المجيد، مسلوسي، عمر جابر، دونجا، محمد شحاتة، مشلاك، عبد الله السعيد، زيزو، عمر فرج. بالتوفيق إن شاء الله للزمالك. الزمالك العشق والروح والحياة، عاش الزمالك وجمهوره العظيم.